شفتي بقى لما بتخرجي من القوقعه اللي انت حابسه نفسك فيها بتبقي انسانه مختلفه ازاي؟ على فكره انا ما رضيتش ازعلك وجيت النهارده الكافيه عشان ما تزعليش، بس لو سمحت الخروجه الجايه سيبيني انا اللي اختار المكان. على فكره النعامه سنتر فيه مطاعم تحفه لازم تجربيه. حلو ده، ولا سينما؟ احنا ممكن نخرج من النعامه سنتر على سينما على طول. انت هتصاحبني يا حبيبي، انا جايباك هنا ثانيتين ثلاثه عشان اشرح لك حاجه في الشغل وهروحها، ما تزيدش بقى وركز معايا في الشغل. الهبه جت صح؟ طيب ممكن نشرب حاجة عشان تهدي أعصابك؟ ماشي. يا أبو رياض، أبو رياض ده أنت بقيت من العيلة وصاحب مكان بقى، أؤمر. لا أنا مش عايز حاجة، أنا بس حبيت أعرفك يعني إن إحنا قاعدين مع بعض عادي وجايين من الشغل وداخلين سوا زي ما أنت شايف ومفيش أي مشاكل بينا. يلا شوف بيلا تشرب إيه. كون في نفسك، أنا عارف هي هتشرب إيه. أنت هتشرب إيه؟ أنا هاخد واحد ليمون من الليمون بتاعي، بس ما تجيبوليش بقى مقطع نصين زي المرة اللي فاتت. هتقولي المرة دي سلايزات. سلايزات؟ اه. والليمون بتاعي اجيبهوله تيكاواي ولا هيأنسنا؟ هيأنسنا شوية بس هاتوله تيكاواي. اوكي شكرا جدا. والنبي الباسورد بقى بتاع الواي فاي. الباسورد والنبي. على فكرة يا بيلا انا لاحظت حاجة مهمة جدا في السيناريو في الشخصية بتاعتي والشخصية بتاعتك. مالهم؟ انا حاسس ان الشخصية بتاعتي والشخصية بتاعتك قالية ان هم يحبوا بعض في الاحداث اكتر من ان الشخصيه بتاعتك تحب الشخصيه بتاعت شريف. بس انا مش شايفه كده خالص، عشان الشخصيه بتاعتي قويه وذكيه وبتفهم، فمش هتبص للشخصيه بتاعتك. ليه بقى ان شاء الله؟ على فكره بقى انا شخصيتي ديت اي شخصيه تتمناها، ولعلمك شخصيات كتير تتمنى نظره بس من شخصيتي. امال شخصيتك اتعصبت كده ليه؟ عشان لازم تبقي فاهمه ان شخصيتي هي اللي ما ترضاش تعبر شخصيتك اصلا، لان شخصيتك دي بتقلب فجاه وقافله على نفسها ومش راضيه تدي فرصه لاي شخصيه ان هي تفتح لها قلبها. وخديها بقى كلمه من شخصيتي، لو شخصيتك فضلت كده على طول هتعجز وتكبر وتبقى شخصيه وحيده وشخصيه حزينه. اشوفك بكره. ده انت شخصيه عجيبه.